يعني شخص مثل نزار مئاتي لولا الأشغال تبعه بين أهلي صغار، لولا إبداعاته بتجربة المسرح بلبنان مع آخرين، ما كنا قدرنا نوقف بالمساحة اللي هو ابتدعها لحتى نكمل من محلات وصل لها. بكفي بأنه قدم لنا يعني جزء من مزاج المسرح الطلياني، جزء من مزاج المسرح الفرنسي. أول واحد كان بيشتغل على الفودفيل بولفار، أول واحد كان يعني بيعرف كتير منيح كوميدا دولارتي، بيعرف كتير منيح بشغلات ما كتير ناس كانوا بيعرفوها. يعني أيام ما كانت نضال أشقر يعني سابقة هو بالدراسة المسرح بإيطاليا لنضال أشقر، من بعده فلت على ودرست بالأكاديمية الإنجليزية.